تهب ولا مالك بار والموقف خطير. باسمه بدئنا وعلى بركته نتوكل بانطلاقة الشوط الحادي عشر والذي خصص للحيل، خصص للحيل. هناك جوائز نقدية رصدت للمركز الأول حتى المركز العاشر، رصدت جوائز لهذا الشوط ويعتبر من ضمن أشواط الفترة الصباحية. نعم، والمسافة هي 6 كيلو مع هذه الحيل. ما شاء الله تبارك الله على هذه الشعارات، على هذه الأسماء التي توافدت من شتى ميادين الخليج. أتوا ليشاركوا، أتوا ليتنافسوا منافسة شريفة هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان التحدي هنا بالشيحانية. نعم، هنا هذا المهرجان، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه الذي ظهر بصورة لائقة. نعم، هنا على أرضية هذا الميدان، والنصيب على المركز الأول، على الصدارة، على الكادر الأمامي، النصيب لمحمد بن مظفر بن محمد العامري. من يتابع النصيب على المركز الأول قادم من دولة الإمارات العربية الشقيقة، قادم هنا لكي يشارك في هذا الغي الكبير وفي هذا لظاهر بن يمعه بن حرب المهيري. نعم، من يقدم الشاهين على المركز الخامس. ما شاء الله تبارك الله، أشعة الشمس تزداد، الحرارة تزداد، دخلنا في أجواء غير عادية، أجواء الكيلو الأخير والكوكبة الثنائية. وهل من مسعف؟ هل من مقدم هنا على الصدارة؟ رهب على المركز الأول، رهب على الصدارة، على الكادر الأمامي. محمد بن سهيل بن عويضان العامري يبغي يغادر بهذا الشوط، والنصيبة قادمة، النصيبة قادمة. يا بوي يا بوي، النصيبة لمحمد بن ظفر بن محمد العامري على ثاني المراكز. النصيبة ورهب، رهب والنصيبة، رهب. عصاها مغروزة، عصاها مغروزة، عصاها قوس. ما شاء الله تبارك الله، رهب لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري ثاني المراكز. النصيبة لمحمد بن مظفر بن محمد العامري. واصدرت الأوامر وبدأنا بالإقلاع، بدأنا بالإقلاع. سلامي 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 عليكم يا أهل دولة الإمارات العربية الشقيقة، على فوز رهب بالمركز الأول. محمد بن سهيل بن عويضان العامري، هنا جالك هذا الحلال الطيب. ويلكم ويلكم ويلكم. المركز الثاني وصلت النصيبة محمد بن ظفر بن محمد العامري. المركز الثالث، المركز الثالث وصلتنا اللي في ثالث المراكز، هذه الغزية لحمد بن محمد العجمي. والمركز الرابع، هذه اللي وصلتنا الحرة لسعيد بن سهيل بديل الكتيبي. والمركز الخامس مزون لمحمد بن حمد بن مصلح بن جهويل الأحبابي. هكذا هي الإثارة بالفعل، وهكذا المركز الخامس وصلتنا مزون لمحمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي. نعم، اللي وصلتنا على المركز الخامس. هكذا هي الإثارة بالفعل. لنا عودة مع التوقيت الزمني، توقيت رهف 9 دقائق و37 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سهيل بن عويضان العمري على فوز رهف بالمركز الأول. المركز الثاني، الوصول من النصيب وتوقيت الزمني 9 دقائق و38 ثانية و18 جزء من الثانية. محمد بن مظفر بن محمد العامري من نال على ثاني المراكز مع النصيب. والمركز الثالث، المركز الثالث الوصول والقدوم من الغزيل على ثالث المراكز. الغزيل وتوقيت الزمني 9 دقائق و49 ثانية و35 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن فهيد العجمي على فوز الغزيل بثالث